وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام ولا تمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ابن عمر عند الحاكم والمنذر في الترغيب والترهيب وغيرهما: اغتنم خمسا قبل خمسا: غناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك. تأخر يوما بقي بن مخلد عن الإمام أحمد فسأل عنه فعرف أنه مريض، فذهب إليه في مسكنه ثم قال: يا بقي، أولاك الله بالعافية، ومسح عليك بيمينه الشافية، فإن زمان الصحة لا سقم فيه، وإن زمان السقم لا صحة فيه، والطلاب يكتبون، فعلينا يا قرة عيني وابن الحبيب أن نغتنم هذه الأوقات في رضا فاطر الأرض والسماوات، ولا نركن إلى الدنيا ولهواتها وشهواتها وملذاتها، فلنحيي الليل بالقيام، ونحيي النهار بالصيام وتلاوة القرآن والأذكار، ولنحافظ على قلوبنا، وأن ندعو الله دائما أن يجدد الإيمان في قلوبنا. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: جددوا الإيمان في قلوبكم، فإن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، يعني يبلى كما يبلو الثوب. وكان من الدعاء، قال عن ابن مسعود: اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك في أعلى جنان الخلد. نسأل الله لي ولك السلامة والصحة والعافية، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على كل بر، وصلى الله عليه وحلاله وصحبه وسلم. تم تحريره صوتيا من أمام كعبة الله تبارك وتعالى في بلده الحرام وفي بيته الحرام لتسع بقين من ذي القعدة الحرام في عام 44,400,000 من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع موتى المسلمين، وعلى طاعتك احفظ والدتي وارزقني برها يا رب العالمين، واشفها وأخي وجميع مرضى المسلمين، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.